بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله السلامة والعافية لكل إخواننا وأخواتنا في الوطن العربي والعالم الإسلامي والعالم كله أجمع بإذن الله سبحانه وتعالى. إخوان الأفاضل، أنا أول شيء أعتذر على التأخر، كان عندنا مشكلة فنية في الحقيقة، والحمد لله حلت هذه المشكلة وانطلقنا الآن في موضوع تنتظرونه منذ فترة. أيضا أعتذر مرة أخرى عن تأخري في إطلاق الموضوع اللي هو يعني خبر اليوم، اللي هو الناس كله تتحدث عنه، الإنتان أو الإصابة بفيروس كورونا، الوباء، هذا الوباء الذي يهدد البشرية بشكل خطير. طبعا الموضوع حساس كثير، ونتيجة هذا الشيء يعني قمنا فريق كامل حقيقة مجهود كبير بجمع عدد هائل من الدراسات، لأنه من خلال خبرتي في الغذاء الميزان وفي الطب البديل اكتشفت بالحقيقة أنه كلما تعمقنا في المعلومات بشكل أدق وأفضل كلما كانت النتائج أعظم وأفضل، سبحان الله. ولذلك يعني جمعنا عدد هائل من الدراسات، تقريبا كل الدراسات التي أجريت على فيروس كورونا والتي أجريت على فيروس كورونا من قبل. يعني فيروس كورونا هو ليس أول مرة يضرب البشرية، هو في الحقيقة هذه ثالث مرة. فقمنا بجمع كل هذه الدراسات، وكان الهدف في الحقيقة محاولة إيجاد رابط وإيجاد مفاهيم حتى نقدم شيء ينفع البشرية. أنا أعتقد أنه هذا تحدي كبير للبشرية، كل الناس بكل علومها وكل علمائها يجب أن يجلسوا يتضافروا يقدموا ما لديهم، فهذا حصيلة عقول البشرية كلها بإذن الله. طيب سنبدأ بإذن الله، طبعا حيكون عندنا سلسلة، يعني أنا هون أود أن أوضح أنه هذه ليست محاضرة واحدة، لا تكفي، يعني كل الأبحاث اللي جمعناها لا تكفي، سيكون عندنا سلسلة، هذه سلسلة نتبادل بها الأفكار والخبرات، وإذاك أنا أطلب من المتخصصين أن يشاركوني بأفكارهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. وعلى فكرة إحنا وضعنا رابط هذه المحاضرة اللي أنا أتكلم فيها حاليا موجودة في موقعنا، موثقة بالأبحاث العلمية، يعني من أراد أن يبحث عن الدليل العلمي ومن أين أحضرنا هذه الفكرة فيجد رابط البحث العلمي الذي أخذنا منه الفكرة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب خلينا نبدأ الموضوع. الموضوع في الحقيقة يتحدث عن مواجهة البشرية للفيروسات والكائنات الأوبئة، يعني موضوع الأوبئة موضوع قديم جدا، كان يأتي الطاعون على أوروبا يقتل مئات الملايين من البشر، يعني ويفني عدد كبير من الناس. والحقيقة أن الأوبئة ما زالت موجودة حتى يومنا هذا، والمذهل في هذه الأوبئة أنها تتم بكائنات دقيقة لا تستطيع عين الإنسان أن تدركها أو أن تراها. طبعا عين الإنسان لا ترى، إما بسبب أنه تردد الأشياء بيكون أعلى من 700 أنجستروم أو 400 أنجستروم، لأنه عين الإنسان تستطيع أن ترى في هذا المجال بين 400 إلى 700، أو لتناهيها ودقتها في الصغر. الله سبحانه وتعالى يقول في ذلك: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وهذا ما لا نبصره عالم ضخم كبير جدا. طيب سأتحدث عن العصر الحديث، لن أخوض في العصور القديمة، يعني العصور الوسطى والطاعون وما شابه، ولكن سأبدأ في العصر الحديث. أول جائحة بدت كانت في سنة 1918، كان اسمها الإنفلونزا الإسبانية، سببها فيروس الإنفلونزا H1N1. طيب طبعا هذه الجائحة أو هذا الوباء أصاب ثلث البشرية في ذلك الوقت، يعني أصاب 500 مليون إنسان في ذلك الوقت، وكانت نسبة الوفيات بين 10% إلى 20%. في إحصائيات تقول 10، يعني 50 مليون الذين قتلوا في هذا الوباء، ومنهم ما يقول 20% وصلت إلى 100 مليون نسمة الذين قتلوا في عام 1918 بواسطة الإنفلونزا الإسبانية. طبعا هذه الإنفلونزا جاءت بفيروس الإنفلونزا، يختلف عن فيروس، كلاهم فيروسات، حيكون عندنا إن شاء الله خلال يومين نتحدث عن أنواع الفيروسات وتفصيلها وفيروس كورونا وخصائصه، لأنه معرفة الخصائص تساعدنا في وضع الحل بشكل دقيق إن شاء الله. ولكن هذه الجائحة تميزت أنه كانت تصيب الأطفال تحت 5 سنوات اللي هي الإنفلونزا تبعت 1918، والمسنين فوق 65 عاما، وأصابت، انتبهوا،
لاحظ العلماء أنه كان في نسبة وفيات عالية بين فئة من الشباب تتراوح بين 20 و40. على فكرة فيروس كورونا الحالي اليوم الأخبار كلها تتحدث أنه فيروس كورونا ليس فقط يصيب المضاعفين مناعيا ويصيب كبار السن، إنما هو يصيب أيضا الشباب، وهذا كان يشبه فيروس الإنفلونزا. عشان قلت الموضوع دقيق ويحتاج إلى مقارنات دقيقة ومتابعة دقيقة. فيروس الإنفلونزا 1918 بنفس الطريقة، ولذلك هم مثلوا ذلك، يعني الجائحة تشبه حرف الـ W، يعني كان في قمة عالية عند الأطفال وقمة عالية عند كبار السن وقمة في الوسط اللي هم بين 20 و40 سنة. ولذلك الناس من 40 إلى 65 سنة كانت إصابتهم قليلة، والناس من 5 سنوات إلى 20 سنة كانت إصابتهم أيضا قليلة، تمام وهكذا. طيب إذا كان هذا الوباء تبع سنة 1918. طبعا يعتقد في ذلك الوقت إنه سبب إصابة الشباب، يعني الشباب، طيب ليش أصيب الشباب بالإنفلونزا؟ يعني عرفنا الخمس اللي تحت 5 سنوات منعتهم ضعيفة، والفوق 65 سنة منعتهم ضعيفة. طيب الشباب ليش أصيبوا؟ في بحث أجري، هذا البحث يقول إنه لاحظوا هذه الإنفلونزا، هذا الفيروس يستطيع أن يحدث خلل في السيتوكينات. إيش هي السيتوكينات؟ سيتو خلية، كين حاث، حاثات الخلايا. أي خلايا؟ الخلايا المناعية. عندنا لدينا مركبات مثل الانترفيرون على سبيل المثال، وانترفيرون ألفا وبيتا وجاما، يعني عدة أنواع. هذه كلها تسمى سيتوكينات. هذه تحث الخلايا المناعية على إحداث الاستجابة المناعية. وعلى فكرة سيكون لدينا محاضرة كاملة فقط أو عدة سلسلة من المحاضرات خلال هذا الشهر بإذن الله، يعني خلال شهر من الآن، توضح كيف يمكن تقوية المناعة بإذن الله سبحانه وتعالى، بحيث تكون المحاضرات متسلسلة تباعا وتعطي فوائد متراكمة للناس وتساعد فئات مختلفة من الناس إن شاء الله، ونبتغي في ذلك وجه الله سبحانه وتعالى. طيب الآن هذه السيتوكينات تحث النظام المناعي. لاحظوا أنه فيروس الـ H1N1 اللي هو فيروس الإنفلونزا الإسبانية كان يحدث خلل في هذه السيتوكينات، ومن ثم يحدث خلل كبير في المناعة. نتيجة هذا الشيء كان يحدث مع إصابة فيروس الإنفلونزا كان يحدث ما يعرف باسم السوبر إنفكشن، وهي عبارة عن إصابة بكتيرية مترافقة مع فيروس الإنفلونزا. ووجد حقيقة أنه سبب الوفيات عند الشباب أنه ثلث الوفيات في ذاك الوقت اللي تراوحت بين 50 مليون إلى 100 مليون إنسان كانت بسبب الكو انفكشن، الثلث يعني الجرثوم الآخر، وكان الجرثوم هو ستريبتوكوكس نيومونيا، يعني المكورات العقدية الرئوية التي تسبب ذات الرئة. فتخيل في فيروس في الرئة وفي عندنا ذات رئة بكتيريا، يعني بكتيريا وفيروس مع بعض سوبر انفكشن، فهذا كان يقضي ثلث الوفيات كانت بهذا السبب. على فكرة الآن كورونا فيروس، أنا حكينا إحنا نستقرأ التاريخ ونستفيد من هذا التاريخ. كورونا فيروس الحالي الذي يصيب العالم حاليا، هناك 10% سوبر انفكشن، 10% من الحالات، ويعتقد أن الحالات حاليا الوفيات العالية سواء كانت في الصين أو في إيطاليا أو أيا كان، هذه الوفيات سببها أيضا الكو انفكشن، مع الفارق أنه في سنة 1918 لم تكن قد اخترعت المضادات الحيوية، سواء كان مضادات حيوية ضد البكتيريا أو ضد الفيروسات لم تكن قد اخترعت، ولكن في عصرنا الآن لدينا مضادات حيوية قوية. إذن كانت هذه فيروس الإنفلونزا، إنفلونزا الخنزير. طيب نأتي الآن لفيروس كورونا. فيروس كورونا هو واحد من أهم الفيروسات الذي يهاجم الجهاز التنفسي للإنسان. على فكرة هناك عدة فيروسات تهاجم الجهاز التنفسي للإنسان. طيب الآن فيروس كورونا لا يهاجم فقط الجهاز التنفسي، الآن وجد بدراسات، ومن الدراسات اللي جمعناها عدد قليل من المرضى كان عندهم إنجوري في الهارت، يعني إصابة في القلب، إصابة في الكبد، إصابة في الجهاز الهضمي، بعضهم كان يعاني من إسهال. إذن الإصابة ليست فقط في الرئتين، ولو إنه هي الإصابة الرئيسية في الرئتين، والخلل الأساسي الذي يؤدي في الوفاة عادة هو الرئتين، سواء كان فيروس لوحده أو سوبر إنفكشن مع بكتيريا، فيروس مع بكتيريا كلاهما يصيب الرئتين. طيب هذا فيروس الكورونا الحالي ليس أول مرة يضرب البشرية. أول مرة
هاجم البشرية أو بلاش نقول البشرية في العصر الحديث، يعني كان في سنة 2002، بين 2002 إلى 2004، وأحدث وقتها وباء اسمه السارس، وهو يشبه يعني الفيروس الكورونا الحالي، برضو بسموه السارس. السارس اختصار لإيش؟ اختصار لسيفير أكيوت ريسبيراتوري سيندروم، المتلازمة التنفسية الحادة الخطيرة، لأنه هو بدمر الأسناخ الألفيولاي اللي هي الحويصلات الرئوية تبعت التنفس، يدمرها فيختنق الإنسان. هذه الحويصلات إذا فرضناها عادة تعطينا مساحة ملعب كرة السلة أو كرة اليد أو شيء من هذا القبيل، يعني مساحة كبيرة. فتخيلوا هذه المساحة اللي هي بتدخل الأكسجين بدأت تتدمر، الألوفيولاي تدمرت، الأسناخ تدمرت، نتيجة هذا بصيب هذه السيفير أكيوت ريسبيراتوري سيندروم. تمام؟ طبعا هذا الفيروس اللي أجى في سنة بين 2002 و2004 أصاب 8000 إنسان من البشرية، بدأ في الصين أيضا، كانت الإصابات في الصين 5327، عدد الوفيات 349، نسبة الوفيات كانت 7%. كورونا فيروس الحالي في الصين وصل 4.1% نسبة وفيات، ولكن هذا كان 7%، وانتشر بنفس الطريقة، وانتشر بنفس الطريقة من الصين إلى 29 دولة. طبعا الآن وصل العدد إلى 186 دولة، هذا بحسب تقريبا كل العالم يعني. ولكن الفيروس الكورونا القديم تبع السارس هذا انتشر في 29 دولة، وكانت الإصابات 2769 إصابة في كافة أنحاء العالم، يعني الصين 5300 تقريبا، وكافة أنحاء العالم 2770. تمام؟ ما ملاحظة إنه فيروس هذا الفيروس كانت الوفيات في خارج الصين اللي هو تبع 2002 16.4%، يعني كان نسبة الوفيات عالية جدا. على فكرة نفس يعني تاريخ يعيد نفسه، قلنا فيروس الكورونا الحالي اللي هو الكوفيد 19 سموه كوفيد، اختصار الكلمة كورونا في اي فيروس ديزيز، كورونا فيروس ديزيز 19 تم اكتشافه في سنة في 18/12/2019، فسمي كوفيد 2019. هذا الكوفيد 2019 كانت نسبة الوفيات في الصين 4.1، الكورونا اللي قبله تبع السارس في 2002 نسبة الوفيات 7%، خارج الصين الكورونا القديم كانت نسبة الوفيات 16.4. الآن في إيطاليا وصلت الوفيات، امبارح أنا دخلت على موقع الوفيات، 9.3%، وفي إيران 7.5%. التاريخ يعيد نفسه، يعني بنرجع نقول مرة أخرى إنه بدأ في الصين وخرج إلى خارج الصين، نسبة الوفيات في الصين كانت أعلى من نسبة الوفيات في الدول الأخرى. طيب، هاجم فيروس الكورونا مرة ثانية، المرة الأولى في 2002، وهلأ إحنا المرة الثالثة. المرة الثانية كان بين 2012 و2014، وسمي بهذه الفترة سموه ميرس، اختصار لميدل إيست ريسبيراتوري سيندروم كورونا فيروس، يعني كان كورونا فيروس بسموها ميدل إيست لأنه انتشرت في الوطن العربي. خرجت من السعودية حقيقة، يعني إحنا خرجت من السعودية وقتها كان في موسم الحج، وصار وباء في موسم الحج أو عمرة، يعني نسيت التفصيل، الحج أعتقد الحج، فصار وباء في موسم الحج وانتشر إلى دول أخرى. هذه الدول منها داخل الشرق الأوسط ومنها خارج الشرق الأوسط، ولكن كونه بدأ في السعودية فسموا هذا ميرس ميدل إيست ريسبيراتوري سيندروم كورونا فيروس. تمام؟ طيب، هذا الوباء في ذاك الوقت بين 2012 و2014 أصاب تقريبا 1330 إنسان، ليس كثير مثل هذا، 1030 إنسان كانوا في السعودية، وكانت نسبة الوفيات عالية جدا 44%، يعني الرقم خطير في الحقيقة، 44% رقم جدا عالي ومرتفع. احنا الآن نتحدث عن 4% بالفيروس الحالي، ويعني الهلع كبير. فتخيلوا لو كان الفيروس هذاك كورونا انتشر بنفس الطريقة هذه، احنا كنا أمام كارثة لو كان هذاك الفيروس أبو 44%. طبعا بقية أنحاء العالم، كل أنحاء العالم كان فيه 300 إصابة، توزعت الإصابات بين دول داخل الشرق الأوسط ودول خارج الشرق الأوسط. خليني أوضح هون شو هي الدول. الدول داخل الشرق الأوسط كانت السعودية، الإمارات، إيران، سلطنة عمان، الأردن، مصر والجزائر وتونس.
أما خارج الشرق الأوسط فأصاب كوريا الجنوبية، ماليزيا، أندونيسيا، الفلبين، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، إسبانيا، لاحظوا برضو هذه الدول يعني فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، إسبانيا، واليونان وأمريكا الشمالية، تمام؟ طيب، وأصاب 25 دولة. فيروس كورونا الأول 29 دولة وبدأ في الصين. الفيروس الثاني أصاب 25 دولة، وإحنا الآن أمام الكارثة الكبيرة اللي هو الكورونا رقم 3 أو سميناه كوفيد، ونسبة الوفيات فيه لحد بالأمس 4.2. طبعا الفيروس هذا أول ما جمعت الدراسات، الدراسات كانت تشير أنه هو لا يصيب إلا المضاعفين مناعيا، يعني ناس عنده سكري فترة طويلة خصوصا إذا كان سكري غير منضبط، عنده قصور في الكلية على سبيل المثال، بياخد كورتيزون لفترات طويلة لأمراض معينة تضطر استخدام الكورتيزون الذي يضعف المناعة، ناس عندهم ارتفاع في الضغط الدم والشرياني، ناس عندهم مشاكل في القلب، ناس عندهم أمراض رئوية مزمنة مثل الربو المزمن، الحساسيات المزمنة، COPD أو داء الرئة الانسدادي أو النفاخ الرئوي، هذول في الحقيقة كانوا أعلى، إضافة إلى الناس الكبار في العمر، لأنه كان يعني نسبة الوفيات وسطية نسبة الوفيات 79 سنة تقريبا، 79.9، يعني الرقم يعني عمر الناس اللي معظم اللي يتوفون هم مسنين خصوصا، والناس اللي عندهم ريسك فاكتورز هدول اللي احنا يعني عوامل خطر زي ما أمراض القلب وأمراض الكلى مضاعفين مناعيا بياخد كورتيزون، هدول كلهم هدول احنا بنسميهم أمراض الخطر. لحد اليوم تقريبا هناك 305 ألف حالة، أكثر من 250,000، وعدد الوفيات 13 ألف حالة في كافة أنحاء العالم بنسبة إصابة 4.2. طيب أنا هون بديت أتأمل الموضوع حقيقة، هذا فيروس كورونا بيضرب ثالث مرة، طيب أول مرة ضرب وثاني مرة ضرب والآن ثالث مرة ضرب، طيب وين البشرية؟ يعني إحنا الناس العلماء لماذا لم يتوقعوا حدوث فيروس كورونا للمرة الثالثة وأن يكون كارثيا؟ وين الخطأ؟ أنا أقول في الحقيقة هناك تشابه في الأعراض، على فكرة في تشابه كبير بين الكورونا تبع 2002 والكورونا 2020، التشابه طبعا الاثنين بيسووا السيفير أكيوت ريسبيراتوري سيندروم اللي هي السارس اللي بتدمر الألوفيولاي أو حويصلات الرئة رقم واحد. اثنين بيتميزوا بظهور الحرارة كعرض رئيسي، ثم السعال الجاف كعرض ثاني، ثم التعب وآلام العضلات كعرض ثالث، وضيق النفس هذا كان موجود عند 55% من الناس في كورونا واحد اللي هو ب2002 وكورونا ثلاثة اللي هو ب2020، تمام؟ وبنفس الوقت كان يتميز هدول الاثنين الكورونا واحد وثلاثة يتميزوا انه بالتصوير الطبقي المحوري ظهر عتمات يعني مناطق عاتمة تشبه الزجاج المكسور موجودة في رئتين المصابين، تمام؟ والاثنين بدوا في الصين ولم يبدأوا في أي مكان آخر، والاثنين انتشروا من الصين إلى كافة أنحاء العالم. إذن إحنا هون أمام سيناريو يتكرر، هذا يعني أنا أعتقد في الحقيقة إنه في المرة الأولى والمرة الثانية كان تركيز العلماء كما هو الآن، تركيز العلماء كيف نجد لقاح يمنع الناس غير المصابين أو كيف نجد علاج للناس المصابين والتركيز هون. طب إحنا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إنه علاج الأشياء بعلاج أسبابها وليس علاج أعراضها، ونحن دائما نقول ذلك في الغذاء الميزان، نقول لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. أصيب دواء الداء يعني أنت بدك تعرف شو السبب وتصيبه، فإذا أصبت عرفت السبب وأصبته تنتهي المشكلة ولا تتكرر المشكلة ولا تعود المشكلة، فهذه نقطة في غاية الأهمية. طبعا من خلال خبرتي أنا في الغذاء الميزان في الحقيقة أنا وجدت إنه يعني ما يعني ما 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 هناك في القرآن يستطيع أن يقدم منفعة عظيمة للبشرية، وأنا سأذكر مجموعة من الأبحاث الآن اللي هي تؤكد هذا الموضوع. طيب أول شيء أنا كان عندي تجربة حقيقة، وهذه التجربة هي نداء للناس في القرآن، نداء للناس في القرآن، ولكن انظروا الله يقول سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طب النداء إلى بني آدم، طب هل كل بني آدم يذهب إلى المساجد؟ الجواب لا.
طب كيف يعني يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن لحب المسرفين؟ على فكرة أنا قدمت بحث في جامعة وستمنستر في بريطانيا لما كنت أقدم الماجستير في الطب البديل في لندن، وكان يعني واحد من الأبحاث اللي قدمتها بحث يتحدث عن تناول الطعام في أوقات حركات الشمس الرئيسية أو نحن ما نسميها أوقات الصلاة. تمام؟ الآن في الحقيقة لما أنا قدمت البحث هذا وشفنا النتائج أنه الناس تتناول طعام أوقات الصلاة، هذا يضبط كيمياء الدماغ ويمنع القلق والخوف والاكتئاب والتوتر والوسواس وكذا. في الحقيقة أنا كنت أعتقد أنه هذه الآية ستفيد البشرية عند خروج الدجال. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، ذكر، سألوا الصحابة وما لبثه في الأرض، يعني كم سيلبث الدجال في الأرض، قال صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كسائر أيامكم. طبعا هذا الحديث رواه مسلم. قلنا يا رسول الله، فذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدره. يعني حجي يجي علينا يوم ما تغيب الشمس فيه، الظل ما يعادل على الساعة وعلى الرزنامة 365 يوم والشمس ما تغيب. فالرسول يقول أقدروا له قدره. طبعا هذا يعني في البحث العلمي بصير خلل رهيب في الساعة البيولوجية، في الغدة الصنوبرية، في كيمياء الدماغ نتيجة، وهذه دراسات كبيرة أجريت على الناس اللي ما بتنام أو لا ترى العتمة وضوء عملية تبادل. عشان هيك الله يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ فهذا موضوع خطير ويؤثر على النفسية ويدمرها. ولذلك أنا كنت أعتقد كأن الله يقول يا مسلمين تعلموا هذه الآية، افهموا ما فيها وانقلوها للناس حتى الناس تستفيد منكم. لأن الله إيش يقول؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. طب شو بتسووا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتدعون إلى الله. تمام؟ فهذه الفكرة إنه إحنا لدينا الله سبحانه وتعالى، هذا ما في القرآن، وعلم الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل. لدينا من الأشياء العظيمة ما نستطيع أن نقدمها للإنسانية، وهذا بإذن الله حيكون الآن سأذكر بعض الأبحاث التي تؤكد ذلك. فأنا في الحقيقة كنت أعتقد أنه هذه الآية يعني لما يجي الدجال ممكن أكون عايش أكون ميت الله أعلم سنستخدمها، ولكن لم أكن أتوقع أبدا أنه ستأتي جائحة مثل جائحة كورونا وسنستفيد من هذه الآية أيضا وسنعلمها للبشرية. طبعا إن شاء الله خلال هذا الأسبوع بإذن الله سيكون عندي محاضرة كاملة بالأبحاث بالأرقام بأدق التفاصيل، مجموعة من أكثر من 200 بحث تتحدث كيف تناول الطعام في أوقات الصلاة هذا يرفع فعالية النظام المناعي وينشط هرمونات المناعة والسايتوكينز بشكل رهيب جدا بالأرقام. مش من عندي هذا الكلام، أنا جامع مجموعة أبحاث ولكن تؤيد الفكرة التي يعني جاء بها القرآن. وإن شاء الله ستكون محاضرة كبيرة عن هذا الموضوع، أنا الآن أقوم بتحضيرها وسأقدمها لكم، وكانت هي حقيقة موضوع بحثي في سنة 2013 لما قدمت الماجستير في جامعة وستمنستر. طيب هذا مثال، أنا أعطيت مثال الآن إنه كيف بالفعل ممكن تكون فكرة من القرآن أو جاء بها الرسول تنفع البشرية بشكل كبير. ولذلك أنا أرى في الحقيقة إنه سبب كارثة فيروس كورونا إنه الناس تجاوزت ما أحل الله في الطعام، يعني أكلوا ما حرم الله في الطعام، ونتيجة هذا الأكل وتكرار الأكل حدثت هذه الكارثة بهذا الشكل الجنوني. الله سبحانه وتعالى يقول في ذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا نص القرآن سورة النور. أيضا يقول سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. انتبهتوا كيف الآية تركز على علاج السبب؟ علاج السبب مش أنا أعالج الخطأ بخطأ، لا، إيش السبب اللي أدى إلى حدوث المشكلة نرجع عنه. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طيب سأعطيكم أمثلة برضو من الدراسات العلمية تؤكد كيف إنه مخالفة
أمر الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره تؤدي إلى كوارث وبائية. أتحدث عن الأوبئة، لن أدخل أنا في السماد الكيماوي والمصائب الأخرى، هذا فقط أنا أتحدث عن الأوبئة. طبعا حدث في الولايات المتحدة في سنة 2006 وباء جائحة جرثومة الإشريشة كولاي اللي هي O157H. إيش هذه الجائحة؟ عند من يتناولون الهامبرجر، وطبعا في الولايات المتحدة والآن في كل العالم يعني محلات الهامبرجر منتشرة بشكل رهيب. طيب إيش اللي حدث؟ بدوا يلاحظوا العلماء أنه كل اللي بيأكل هامبرجر عمال يصاب بهذه الجرثومة. هذه الجرثومة بتحدث التهاب الأمعاء النزفي، نزفي بصير نزف بطريقة تشبه الكوليرا. يعني كيف الكوليرا؟ مرض خطير وبيعمل جفاف عند الإنسان ويقتل الناس. هذا الجرثوم من أين يأتي؟ من الهامبرجر. طيب شو القصة؟ بدوا يبحثوا في هذا الموضوع، اكتشفوا أنه صار في تجاوز في خلق الله، يعني تجاوز الناس. موجود ذرة، يعني الأمريكان يزرعون ذرة بكميات هائلة، فالذرة رخيصة جدا، فقال المزارعين بدل أن نطعم الأبقار الأعشاب لا خلينا نطعمها الذرة، وعشان نعطيهم كمية كبيرة صاروا يفتحوا فتحة في معدة البقرة ويضعون الذرة فيها مباشرة. إذا كان مخالفة عن الطريق الطبيعي أو شيء. طيب مخالفتين، الأبقار أصلا مفطورة، الماشية كلها مفطورة أصلا لأكل الأعشاب وليس أكل الحبوب، فهذه كانت المخالفة الأولى. بكم تشوفون حجم المخالفة صغيرة يعني بسيطة، ولكن أدت إلى جائحة كبيرة وحدثت في الولايات المتحدة الأمريكية اللي تبعت الإشريشة كولاي، انتشار الإشريشة كولاي. طيب المخالفة الثانية أنه بدل هذه البقرة أن تأكل الحبوب عن طريق الفم وتمضغها وتبلعها، لا يوجد، مباشرة أنا بجيب الحبوب وبحطها مباشرة بالفتحة. شوفوا أفلام، اكتبوا فيديوهات، اكتبوا إشريشة كولاي، اكتبوا يعني حتشوفوا فيديوهات، حتشوفوا الفتحات، والله شكلها مخيف، فتحة هيك في جسم البقرة وتشوف معدتها من جوا، وهذا يضع الذرة في داخلها مباشرة. إيش اللي حدث؟ وجدوا أنه الأبقار التي تناولت الذرة، الذرة فيها نسبة عالية من الكربوهيدرات، فعند هضمها هذه الكربوهيدرات بتعمل غذاء للإشريشة كولاي. الإشريشة كولاي النزفية الممرضة للإنسان هي كائن طبيعي موجود بنسبة 30% من البكتيريا في أمعاء البقر، فالبقر أصلا عندها البكتيريا المتعايش معها طبيعية، كم نسبتها؟ 30%. لما صاروا يعطوها كورن، صاروا يعطوها ذرة، والكربوهيدرات الموجودة في الذرة وبقايا هذه الكربوهيدرات، بدأت تتكاثر الإشريشة كولاي النزفية الخطيرة اللي هي الـ H157 اللي ذكرناها قبل شوي، تتكاثر في أمعاء الأبقار، وصلت إلى 80%، من 30% إلى 80%. طبعا كان يعطوهم ذرة ويعطوهم بطاطا، تمام؟ أنا أرى أنه هذا من تغيير خلق الله في الطعام. الله يقول هذا من عمل الشيطان، يعني الشيطان بيطمع الناس حتصيروا فقراء، هذه طريقة ممتازة بتغذى البقر وبيكبر بسرعة ومش عارف إيش بتوفره. الشيطان يعدكم الفقر حتموتوا من الجوع، ويأمركم بالفحشة، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، الله سبحانه وتعالى يتفضل على الناس بكرمه سبحانه وتعالى، ولسنا محتاجين لتغيير خلق الله حتى يرزقنا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرت الآية ذلك، قال وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، وهذا تشويه، تبتيك يعني التقطيع، ولكن يعني هي كناية عن كل شيء ممكن نعمله. الآن هذول مش بتكوا الأنعام، فتحوا لهم فتحة في المعدة وصاروا يحطوا فيها الذرة. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. طيب تعرفوا إيش الحل كان؟ الحل عملوا تجارب ودراسات، لما أوقفوا إدخال الذرة إلى الأبقار وأعادوا إطعام هذه الأبقار أعشاب خلال 5 أيام فقط، 5 أيام فقط، نزلت الإشريشة كولاي في أمعاء الأبقار هذه إلى 1000 ضعف، يعني انخفضت 1000 ضعف، تخيلوا، يعني رجعت مستويات طبيعية مذهلة. فقط 5 أيام
عدنا إلى خلق الله طبيعي، طعمين هذه الأبقار الأعشاب بدل ما نطعمها الذرة، وصارت الأمور ممتازة وانتهى الموضوع وخلصنا وصلى الله بارك، وانتهى موضوع الوباء وصاروا يستصدروا قوانين انه احنا بلاش نطعمي الابقار الذرة وبهذه الطريقة الخاطئة، خلينا نرجع للطريقة الطبيعية. هذا سبب أصيب، فإذا أصيب دواء الدائي برئ بإذن الله عز وجل. نيجي لجائحة ثانية. الجائحة الثانية اللي أجت في سنة 1986 اللي هي جنون البقر أو سبونجي فورم، هذا بصير عندنا بصير تآكل أو دي جنريشن في أدمغة الأبقار فسموه جنون البقر. برضو هذا حدث بسبب تغيير خلق الله. الأبقار والماشية بشكل عام هي تأكل الأعشاب، الأعشاب اللي في الأرض. الله يقول وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قال علماء الفاكهة لنا والأبا اللي هي الأعشاب يعني لأنعامنا. فاللهم صل على سيدنا محمد. هذا ما يأكله الماشية والأبقار. في بريطانيا استصدروا قانون يسمح بأخذ بقايا الحيوانات لحومها وعظامها وطحنها وإطعامها للأبقار. تغيير خلق الله ولا مش تغيير خلق الله؟ طب الأبقار لا تأكل الأعشاب. لما صاروا يطعموا الأبقار بدأ يظهر عندنا كارثة اللي هي ما عرفت باسم جنون البقر. وفي الحقيقة نتيجة هذا الكلام وانتشار وباء جنون البقر، أنا كنت يعني أتذكر بالستة وثمانين كيف انتشر هذا الموضوع وبالأخبار كيف زي كورونا نفس الشيء بس على نطاق أصغر. ونتيجة هذا الكلام أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا بمنع استيراد الأبقار البريطانية لأنه بتسبب جنون البقر. وكان نتيجة هذا الكلام إنه البرلمان البريطاني استصدر قوانين، كان من هذه القوانين هو منع استخدام هذه اللحوم والعظام وبقايا الحيوانات النافقة في إطعام الأبقار والعودة إلى خلق الله الطبيعي وعدم تغيير خلق الله. ونتيجة هذا الإجراء قلت نسب الإصابة بجنون البقر عند الناس بشكل مخيف. لاحظوا هذه أمثلة حقيقية وواقعية من عالمنا من عصرنا، ما بحكيش قبل ألف سنة، هذا من 20 و30 و40 سنة فقط. تمام؟ طيب ايضا هذه دراسه بدي اورجيكم يعني دراسات كيف تتكلم انه كيف يصير عندنا كارثه عند تغيير خلق الله وكيف تنحل الكارثه بشكل رائع عند العوده الى قوانين الله او الميزان او ما امر الله سبحانه وتعالى به. طيب هذه دراسة تتحدث عن المبيدات الحشرية. طبعا المبيدات الحشرية أنواع كثيرة، إن شاء الله أنا خلال شهرين ثلاثة إن شاء الله إن كتب الله لنا عمرا لنا ولكم سأتحدث عن تأثير المبيدات الحشرية وتدميرها للنظام المناعي على فكرة بشكل كبير، وتأثيرها في إحداث أنواع كثيرة من السرطانات، وهذا طبيعي لأنه اليقف في وجه السرطانات هو النظام المناعي، فتدمير النظام المناعي يعني المزيد من السرطانات والإنتانات البكتيرية والفيروسية والفطرية والطفيلية إلى آخره. أيضا هذه المبيدات الحشرية ثبت دورها بما لا يدع مجال للشك بعشرات الآلاف من الأبحاث في العقم، لأن نسبة العقم مرتفعة بين الناس سواء عند الرجال أو عند النساء، وفي الاضطرابات الهرمونية وفي الاضطرابات النفسية والاضطرابات السلوكية، يعني قائمة تطول. فعملوا دراسة على 23 طفل، عملوا 23 طفل قسموهم مجموعين، مجموعة خلوهم يأكلوا نفس الأكل العادي هذا في المبيدات الحشرية، وصاروا يقيسوا المستقلبات يعني المستقلبات تبعت المادة المبيدة الحشرية مثل مادة الملاثيون ومادة الكلور بيريفوس، كلور بيريفوس والملاثيون هذول الاثنين قيسيهم في البول. المجموعة الثانية أطعموهم لمدة 15 يوم فقط طعام أورجانيك، يعني طعام موزون لم يعبث به، لم يضاف له سماد كيماوي ولا مبيدات حشرية، مزروع بشكل طبيعي كما خلقه الله. وجدوا بعد 5 أيام فقط المجموعة اللي كانت تأكل طعام لأكل الطعام أورجانيك طبيعي توقف خروج الملاثيون والكلور بيريفوس من بولها، في حين إنه المجموعة الأخرى اللي استمرت تناول الطعام العادي اليومي هذا بس اللي فيه المبيدات الحشرية. بنفس الطريقة أستطيع أن أقول إنه يا جماعة الصورة واضحة جدا، كلما خالفنا أمر الله وغيرنا خلق الله في الطعام كلما هذا نتج عنه كوارث. عشان هيك لما الله سبحانه وتعالى أحل لنا وحرم علينا نحن والله يعلم وأنتم لا تعلمون،
احنا اللي عم نشوف انه عماله بتصير كوارث. وبعدين نفس البريطانيين منعوا، هم لا يؤمنون بالاسلام ولكن منعوا انه الابقار تاكل جثث او بقايا او مخلفات الحيوانات النافقه. نفس الامريكيين اللي هم لا يؤمنوا بالاسلام يعني 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 نفس القصه قالوا انه خطا نطعم الابقار الذره ومن الطريق غير الطريق الطبيعي، ولا لازم احنا نرجع. وبدراسات لما رجعوا رجع كل شيء تمام. نفس الشيء لما اطعموا الاطفال طعام اورجانيك، المواد السامه اللي تسبب سرطان وتدمير مناعه وعقم و و و والقائمه اللي ذكرناها انتهت خلال 5 ايام. تمام. طيب نرجع، فيروس كورونا الحالي، الكارثة الحالية التي يعاني منها، كيف جاء؟ الآن بديت جمعنا كمية هائلة وكبيرة من الأبحاث. وجد كورونا فيروس هذا من خلال دراسة الـRNA، هو من نوع الـRNA على فكرة سنتحدث عنه، من خلال دراسة الكودونات الجينية تبعته وجد نفسه موجود في الأفاعي، يعني في ناس بتاكل أفاعي، وفي الخفافيش، في نوعين من أنواع الخفافيش لديهم نفس. تذكروا الإشريشيا كولاي النزفية كانت تعيش متعايش بشكل طبيعي عند الأبقار ولا تسبب لها أمراض، ولكن تسبب للإنسان اللي هو النزلة المعوية مثل الكوليرا النزفية اللي بصير فيها نزف. تمام. لا، نفس الشيء هذه الفيروسات في أجسام الخفافيش، في أجسام الأفاعي، في الحقيقة هذه لا تسبب لدى الأفاعي لا تسبب أي شيء، متعايش معه، ولكن إذا انتقلت للإنسان هنا تبدأ الكارثة. الآن بدأ في ووهان، وذكرت تقريبا كل الأبحاث أنه كان السبب في ووهان كل الإصابات الأولى كانت موجودة في السوق، في السوق والتعامل مع الحيوانات الرطبة. طبعا هم ما كانوش عارفين أي حيوان، ولكن هناك في الأسواق في الصين، شوفوا أنتوا ادخلوا على اليوتيوب وادخلوا اكتبوا، انا شفت في مناظر مقززه حقيقه، انه كيف بيكون واحد عامل بسطه او كشك في الشارع وعنده افاعي وعقارب واشياء مخيفه، وكيف يعني يقليها ويقتلها وهي حيه ويطعموها للناس. شيء سبحان الله، يعني تأنف منه النفس الطبيعي، متعودين عليها، يعني الله يهديهم ان شاء الله سبحانه وتعالى. طيب اذا هاي دراسات، طبعا روابط الدراسات يا جماعه كل كلمه حكيتها الدراسات موجوده، روابطها موجوده، ادخل على الرابط ذكرته في الموقع. فضلا لا امرا لما تدخلوا يطلب منكم تسجيل ايميل، سجلوا ايميلكم، احنا هذه بيانات احصائيه تساعدنا باذن الله سبحانه وتعالى لنعرف الزائرين من اي دول جايين. هذه دراسات، هذه دراسه تؤكد انه كورونا فيروس هو من الخفافيش. بدي اقرا لكم النص. The closest RNA sequence similarity is in two bat coronavirus. في عندنا اثنين من الكورونا فيروس. And it appears likely that bats are the primary source. ويعتقد انه الخفاش هو المصدر الاول لكورونا فيروس. بنحكي عن كوفيد 19 اللي اجى ب 2019 وممتد ل 2020، فيروس الكورونا اللي احنا بنحكي عنه حاليا. طيب هذه دراسة ثانية تؤكد انه هو من الخفافيش والثعابين. Our findings suggest that 2019 coronavirus has most similar genetic information, إلو نفس المعلومات الجينيتية، with bat coronavirus مع الخفاش، and most similar coronavirus with snake مع الأفاعي. طيب طبعا حكيت انه في فيديوهات تشوفوا، طبعا في دراسة هون، هذه دراسة توضح كيف يستهلك الصينيون 5 أنواع من الخفافيش. في 5 أنواع، في 2 من هذول الأنواع الخمسة هم الريزيرفور تبع أو هم المصدر الأولي تبع كورونا فيروس، بيستخدموها كطعام ودواء هذول الخفافيش. وأيضا بيستخدموا في دراسة أخرى تقول، كل الدراسات زي ما حكينا مسجلة في الموقع، ادخلوا شوفوا الدراسات أو شوفوا اللينك تبع الدراسات، اضغطوا عليها وشوفوا الكلام اللي أنا بحكي لكم إياه. أيضا الدراسة أخرى تؤكد أنه الصينيين طبعا ودول أخرى غير الصين، يعني لا نظلم الصين يعني فقط، ولكن هو بدأ من هنا. وبدنا نرجع هون بالذاكرة قبل شوي، كورونا فيروس نمبر 1 اللي أجى بال 2002 وين بدأ؟ بدأ بالصين. شو كان أو ما هو المخلوق اللي كان هو ريزيرفر أو موجود عنده؟ كان الخفاش. طيب تكرر مرة ثانية في 2020، شو الريزيرفر؟ أيضا الخفاش. معناته المشكلة مش أنا أعمل لقاحات، إحنا نرجع للسبب. السبب إنه هذه الأطعمة اللي الخفافيش والأفاعي، هذه في الإسلام محرم أكلها. بدي أفتح لكم، طبعا أنا حاطط روابط لمراكز إفتاء معتبرة معروفة في العالم العربي والإسلامي. هل تقول ها
وقال النووي رحمه الله في المجموع: مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب والجعلان وبنات وردان والفأرة ونوحة مذهبنا أنها حرام. هذا يقول. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود. وقال مالك حلال، يعني مالك لوحده قال حلال. الآن هو إيش يقول، إيش يعلق؟ والصواب هو قول الجمهور، يعني الإجماع كله قال حرام، مالك طبعا هو اجتهد والله تعالى فأخطأ، والآن احنا يعني نرى يعني نتائج أكل الثعابين. طيب ليش؟ والصواب قول الجمهور أنها حرام. ليش؟ وذلك لعدة أمور. رقم واحد، أن الثعبان مما يفترس بنابه، ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهذا حديث متفق عليه. طيب ثانيا، أن الثعبان مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحياة، هذا الحديث متفق عليه أيضا. ثالثا، أنها مستخبثة، والله يقول سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لهذه الأدلة الثلاثة قام جمهور العلماء بتحريم أكل الحيات. طيب نيجي الآن على الخفافيش، أيضا هناك برضو موقع يعني مقدر في الفتوى يقول: وقال ابن قدامة في المغني ويحرم الخطاف والخشاف والخفاش وهو الوطواط، هذا يحرم أكله. وفي المجموع للنووي في الفقه الشافعي والخفاش حرام قطعا، هذا هو يقول. تمام، يعني هذول محرمين احنا عندنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاسلام، وحرام اكلها. طبعا بعض العلماء من يبحث في النت قد يجد بعض العلماء يحلل الخفاش واحتاروا فيه في الحقيقه، وانا اقول معهم حق في الاحتيار، لانه الناس لما بدات تحرم في 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 ذاك الوقت لم يكن هناك علم التشريح ظهر وكذا. القاعدة طبعا أنا الآن أؤكد أنه حرام، لأنه دخلت على مواقع كثيرة لعلم تشريح الخفاش، فوجد في علم تشريح الخفاش، احنا رجعنا نفس الصفحة، أيوة، هذا موقع يتحدث عن تركيب الخفاش التشريحي ويظهر أن له أنياب، الخفاش عنده نابين. تمام، وهذا موقع آخر يتحدث أن الخفاش له مخلبين حادين أيضا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع، ذي ناب له ناب وهذا عنده نابين، فأكله حرام، هذا رواه مسلم. وعن حديث ابن عباس وزاد وكل ذي مخلب من الطير فأكله حرام، فهو عنده ناب فحرام وعنده مخلب فحرام، الاثنين يعني. والعلماء اللي اختلفوا قالوا الخفاش حلال وممكن أكله، قالوا يعني هذا الطير من الطيور يعني ممكن أكله، ولكن لو كان عندهم علم التشريح الحالي تبع تشريح الحيوانات وقال. أنا أرى حقيقة الصورة واضحة أخواننا، يعني أنا حبيت من هذه إصابة السبب هو العلاج، إطعام الأبقار ذرة أو إطعامها غير الأعشاب اللي تأكلها وبطريق غير الطريق بدل الفم ندخلها مباشرة من بعد عن طريق فتحة، سبب جائحة وباء الإشريشيا كولاي النزفي الخطير الذي يشبه الكوليرا. و أكل الخفاف وأكل الثعابين، وبتشوفوا باليوتيوب بس أكتبوا bat eating in China بتشوفوا، يعني بتشوفوا كثير، أنا شفت مئات الفيديوهات عن هذا الموضوع. تمام، أكل هذه الكائنات التي حرمها الله هذه ستكون النتيجة تبعته، وإطعام الأبقار بقايا الحيوانات الأخرى النافقة من عظامها وأمعائها ولحومها تسبب في وباء جنون البقر. ولذلك سبحان الله، الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني أملنا بالله إن شاء الله هالعلماء وهالأفاضل وهالطاقات الجبارة للإنسانية تعمل وتسيطر على هذا الكورونا، ولكن ماذا لو بقيت هذه الأخطاء اللي بتمارسها بعض الشعوب موجودة، زي ما أجانا كورونا 2002 وأجانا من الخفاش من الصين، سيأتينا مرة أخرى وأتانا 2020، ممكن يأتينا بعد سنة أو سنتين أو 10 سنوات، ويعني مش كل مرة تسلم الجرة. يعني إحنا الآن الوضع خطير في العالم زي ما أنتم شايفين، أنا لا أريد أن أخيف الناس، ولكن هاي يعني سرعة انتشار المرض، سرعة الوفيات، سرعة كذا، يعني الوضع ليس سهلا. بعض الدول صار فيها منع حظر تجول وإلى آخره، أنتم متابعين الأخبار، لن أدخل بالتفاصيل. ولذلك أنا أقول يجب التغيير، يعني إحنا نعود إلى السبب،
ليس الحل فقط في إيجاد لقاح شيء عظيم ورائع، وإيجاد مضاد حيوي ودواء قاتل فيروس برضو شيء عظيم ورائع، ولكن ليس هذا هو الحل. الحل الجذري وما أرى، وهذا إحنا أصلنا لهذه الفكرة، إنه إحنا نعود نعرف ما هو السبب ونستصدع. ولذلك أنا أطالب، ويسمعني الآن يمكن كثير من الخبراء والعلماء والأفاضل والمتخصصين، أنا أطالب الدول العربية والإسلامية في الحقيقة أن تتقدم إلى منظمة الصحة العالمية، أنا سفير نوايا الحسنة في الأمم المتحدة، يعني أستطيع أن أساعد في هذا الموضوع، أن يتقدموا حقيقة بأوراق بحث علمي تشبه هذا الكلام، وتؤكد أنه يا جماعة الخير إحنا في ناس آخرين هذا ليس حرام في عقده، وما عندنا مشكلة، هو يعتقد ما يشاء، ما عندنا مشكلة معه، ولكن إذا بدأ هذا الشيء يؤذي في البشرية فهذا خطر. نحن في سفينة واحدة، يعني هذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، إحنا الكوكب هذا في سفينة واحدة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. مجموعة من الناس أجوا بدنا نركب السفينة، عملوا سهم أو قرعة أو ما شابه، بعض الناس قال إحنا نسكن يعني نركب في الأعلى، وبعض الناس قال نحن نركب في أسفل السفينة. وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، يعني الناس اللي في أسفل السفينة لما يجوا يشربوا لازم يطلعوا للأعلى عشان يعبوا من النهر أو عشان يشربوا، يعني هو لا يستطيع أن يشرب إلا يطلع، فيعني في عنده مشقة. فقال الذين في أسفلها: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. إحنا يا جماعة يعني خلينا، إحنا ليش كل شوي طالعين ونتغلب نجيب الماي؟ إحنا بنفتح فتحة بالسفينة من الأسفل عشان تطلع المي ونشرب بشكل مباشر. إيش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن تركوهم، يعني من هم في أعلى السفينة، إن ترك من هم في أسفل، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. لأنه لما تفتح فتحة في السفينة، السفينة حتغرق، حيغرق اللي تحت وحيغرق اللي فوق. وإن أخذوا على أيديهم، أجوا قال يا جماعة ممنوع، أنتوا بتغرقوا السفينة من موت إحنا كلنا، نجوا ونجوا جميعا. هذا الحديث رواه البخاري، وصدق الله العظيم إذ قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أنا أسف قبل شوي قلت وتدعون إلى الله، هي وتؤمنون بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم أن يكون في هذه المحاضرة فائدة بإذن الله. أنا وضعت نص المحاضرة كاملا موجود في الموقع مع الروابط مع كله، طبعا المحاضرة طلعت بسرعة، إن شاء الله أنا حعمل يعني تعديلات لها في النص الموجود في الموقع بإذن الله، ولكن ستبقى ثابتة الموقع لمن أراد أن يستفيد منها. دلوا بعضكم إخوان، يعني الآن أنا كثير من الأفكار حقيقة أخذتها من علماء، يعني أنا أبحث في الأبحاث ففي علماء أعطى فكرة، فتضافر العقول بإذن الله يساعد في وصول إلى درجة عالية بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله يا رب ينقذنا في العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم أجمع، هذا تحدي حقيقة للبشرية، يجب تضافر الجهود، بذل كل ما أوتينا من قوة، التوكل على الله قبل كل شيء، الموضوع كله بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يعطينا إشارات وعلامات أننا إذا خالفنا قوانينه وخالفنا منهجه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. وصدق الله القائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أملنا بالله أن يعافي رب العالمين المصابين، وأن يحمي رب العالمين غير المصابين إن شاء الله، وأن يمكن الإسلام والمسلمين والبشرية من السيطرة على هذا الوباء الذي أثر على كثير من جنبات الحياة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.